الثمن الباهظ لحرية الكلمة والموقف يدفعه العشرات من الصحفيين والمئات من الناشطين السياسيين والآلاف من مناهضي الانقلاب الميليشياوي في سجون الميليشيا بصنعاء. عشرة صحفيين أحيلوا إلى المحكمة الجزائية في العاصمة المنكوبة بانتظار محاكمة لا أساس دستوريا لها بقدر ما تبرهن على حجم الخراب الذي لحق بالدولة ومؤسساتها وبالنظام والقانون منذ أن سقطت صنعاء بيد هذه العصابة الميليشياوية. نقابة الصحفيين رفضت في بيان لها إحالة ملفات الصحفيين العشر المختطفين لدى ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية منذ أكثر من عامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وجددت مطالبها المتكررة بسرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين. واستنكرت النقابة ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وتنكيل منذ أكثر من عامين، ابتداء بالخطف والإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والعناية الصحية، إلى جانب منع الزيارة عنهم وإبقائهم فترة طويلة في السجن وفق إجراءات غير قانونية. إجراءات قمعية شاملة ضد المعتقلين والمخفيين قسرياً استدعت هذه الوقفات المتتالية لأمهات المعتقلين ألا يواجهن بإجراءات قمعية قاسية لمنع وقفاتهن وإسماع أصواتهن للعالم. بيمرضوا داخل السجون، ما بيش معهم لا طبيب ولا بيخلونا ندخل العلاج الفيها داخل، جلما هكذا، وهم عيالنا أخذوا من بيوتهم من أعمالهم من قدام عيالهم وزوجاتهم، ما عملوا شيء ولا في عليهم أي تهمة، جلما هكذا يعني، يا إما سجنوهم وسجنوهم سواء ولا خرجوهم، خرجوا عيالنا. لم تمضي سوى أيام على إطلاق سراح الصحفي البارز عبد الرقيب الجبيحي بعد سجن دام عاماً وحكم ظالم بالإعدام صدر بحقه دون تهمة واضحة، لتأتي هذه الممارسات القمعية الجديدة بحق الصحفيين العشرة ولتضاف أيضاً إلى جريمة المحاكمة الاستثنائية التي تستهدف حالياً 30 ناشطاً سياسياً مناهضاً لانقلاب الميليشيا. حجم الانتهاكات التي تطال حرية الكلمة على أيدي الميليشيا في اليمن لا تزال في إطار الانتقادات المحلية المحدودة ولم تصل بعد إلى مسامع العالم بشكل كافي، على نحو يرسخ اليقين بأن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه وضعاً هو الأسوأ على صعيد الحرية العامة ضمن قائمة طويلة من الخسائر التي لحقت بهذا الشعب منذ الانقلاب على دولته وحتى اليوم.